السلام عليكم متتبعي قناة زيزو شانيل، مرحبا بكم في دروس جديدة لتلامذة السادسة من التعليم الابتدائي، مرجع كتابي في اللغة العربية. السلام عليكم، درسنا اليوم هو كتابة طلب من مكون تعبير الكتابي. نعم، لدينا الرسالة هي مكتوبة فيها الاسم الكامل، ثم هنا التاريخ فوق، رئيس جمعية تنمية التعاون المدرسي، مدرسة، ثم المدينة إلى آخره من الرسالة. نمر إلى أسئلة النص. أقرأ الرسالة وأتعرف عناصرها ومميزاتها وأقارنها بمعارفي في عن الرسالة الشخصية. نعم، سوف نكتب لدينا نعم عناصر الرسالة هي لدينا في الرسالة المرسل ثم عنوانه، لدينا كذلك تاريخ الإرسال، ثم المرسل إليه، ثم أي الجهة التي أرسل إليها الطلب، ثم الموضوع لدينا هنا طلب ترخيص باستعمال قاعة العروض الثقافية، ثم عبارات السلام، وداخل الموضوع ثم السلام والإمضاء. نعم، أعيد قراءة عناصر الرسالة هي المرسل عنوانه تاريخ الإرسال المرسل إليه أو الجهة التي أرسل إليها الطلب الموضوع ثم عبارات السلام وداخل الموضوع والسلام ثم الإمضاء. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، مميزات هذه الرسالة. هي رسالة خالية من التعبير عن المشاعر والعواطف. نعم، ومكتوبة بصيغة الجمع سيادتكم، صيغة الجمع، ثم وتنتهي بعبارات التقدير والاحترام، التقدير عفوا والاحترام. نعم، من مميزات هذه الرسالة أنها رسالة خالية من التعبير عن المشاعر والعواطف، ومكتوبة بصيغة الجمع، وتنتهي بعبارات التقدير والاحترام. أما بالنسبة للرسالة الشخصية فهي تتضمن الرسالة الشخصية تتضمن عبارات التعبير عن المشاعر والعواطف، ومكتوبة بصيغة المفرد. نعم، تجدون هناك علاقة شخصية بين المرسل والمرسل إليه، في حين أن رسالة الطلب تكون خالية من تلك الشخصية الموجودة بين المرسل والمرسل إليه. بالنسبة للسؤال الثاني، أبني شبكة تتضمن معايير كتابة الطلب. نعم، في ورقة جانبية نعم كتبنا معايير كتابة الطلب. لدينا تحديد المكان والزمان أي المدينة والتاريخ، ثم الاسم الكامل والعنوان، وفي أحيان كثيرة نجد المهمة أو مهنة المرسل. تحديد الموضوع، ويكون عبارة عن طلب ترخيص أو طلب اجتياز مباراة أو طلب شغل إلى غيره. ثم عبارة السلام، سلام تام، ومقدمة للموضوع،
يعني مقتضبة هذه المقدمة، ثم المخاطبة بصيغة الجمع، دائما نجد في الطلب سيادتكم، نعم هكذا، ثم عبارات التقدير والاحترام، مثل تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير، ثم الإمضاء، إمضاء والتوقيع بالاسم الكامل، الإمضاء بالاسم الكامل ثم التوقيع، وهناك تنظيم شكلي للرسالة. نعم هذه هي معايير كتابة الطلب. أعيد، تحديد المدينة والتاريخ، الاسم الكامل والعنوان للمرسل، ثم تحديد موضوع تحديد الموضوع، ثم عبارات السلام، مقدمة للموضوع، ثم المخاطبة بصيغة الجمع، عبارات التقدير والاحترام الختامية، نعم، ثم الإمضاء والتوقيع باسم الكامل وتنظيم شكل للرسالة، ثم المرسل إليه، المرسل إليه أو الجهة المخاطبة، نعم. نمر إلى السؤال رقم 3، كيف هو حجم الرسالة؟ نعم، حجم الرسالة يكون يخضع لمعايير تتمثل في ترك الهامش، عفوا، في ترك الهامش يمينا ويسارا، وتكون يعني مقتضبة. نعم هذه هي المعايير أو حجم الرسالة. بالنسبة للسؤال رقم 4، من هو المرسل إليه وماذا يمثل؟ نعم، المرسل إليه في هذه الرسالة هو المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة، ويمثل الجهة التي أرسل إليها الطلب. نعم، ثم بالنسبة للسؤال رقم 5، كيف جاءت عبارات السلام؟ نعم، عبارتها عبارات السلام جاءت، نعم، مختصرة وليست كمثيلتها، مثيلتها الرسالة الشخصية. نعم، عبارات السلام مختصرة، نعم، اكتفى الكاتب هنا بسلام تام. نعم، أما بالنسبة كيف هي عباراتها، نعم، كيف جاءت عبارات السلام، نعم، العبارات قلنا مختصرة وخالية من التعبير عن العواطف والمشاعر. نعم، عبارات مختصرة وخالية من التعبير عن العواطف والمشاعر. بالنسبة للسؤال، نعم، وهل هي كمثيلتها في الرسالة الشخصية؟ لا، ليست كمثيلتها في الرسالة الشخصية. بالنسبة للسؤال رقم 7، كيف هي العبارات المستعملة في مخاطبة السيد الجهوي، السيد المدير الجهوي، عفوا، نعم، العبارات المستعملة نعم في مخاطبة المدير الجهوي
نعم موجهة بصيغة الجمع. يعني سيادتكم، نخاطبه بسيادتكم. نعم، نمر إلى سؤال رقم 8. أذكر التعبير الختامي. نعم، بالنسبة للسؤال رقم 8 التعبير الختامي، نعم نجد هنا وفي انتظار ردكم تقبلوا، انتبهوا جيدا، تقبلوا وليس تقبل، تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير. نعم، وفي السؤال رقم 9 بماذا انتهى الطلب؟ نعم، انتهى الطلب بالإمضاء بالاسم الكامل والتوقيع. بالنسبة للإنجاز، وأنجز أو أحرر إنجازا أوليا في كتابة طلب مع الاستعانة بالشبكة، أعرض إنجازي وأناقشه وأسجل الملاحظات، ثم أسلم إنجازي بعد التعديل للأستاذ قصد الإطلاع عليه وتقويمه. نعم، سنقوم بمحاولة لكتابة طلب. نعم، أول شيء هو الاسم الكامل، مثلا نعطي اسم أيوب النجاري. هذا الاسم هو اسم عشوائي. ثم مدرسة النجاح مثلا، المدينة مثلا الرباط، الرباط أو سلا أو إلى غيره. ثم في أقصى اليسار نكتب تاريخ. نعم، في مثلا اليوم هو 19 شهر أكتوبر 2020. نعم، ثم الجهة المرسل إليها وهي إلى السيد، دائما إلى السيد مدير مؤسسة النجاح. ثم الموضوع، نختار موضوعا يهم يعني تلاميذ المستوى السادس. نعم، طلب استعطاف للعودة لمتابعة الدراسة. نعم، هذا كمثال، وهناك العديد من الطلبات. نعم، سلام تام، نعم فاصلة، وبعد يشرفني سيدي المدير، دائما الاسم، أن أتقدم لسيادتكم بطلب هذا، نعم، راجيا السماح لي بالعودة لمتابعة دراستي بمؤسستكم المحترمة. دائما عبارات التقدير والمحترم والاحترام. نعم، السبب هو بعدما انقطعت
لموسم كامل، وقد كنت أتابع دراستي بالمستوى السادس ابتدائي. سأعيد بعد ذلك القراءة. نعم، أحيط سيادتكم علما أنني كنت أمر بظروف اجتماعية واقتصادية خاصة، حالت دون إتمامي للموسم الدراسي السابق. هو في انتظاري ردكم، تقبلوا سيدي المدير فائق الاحترام والتقدير، والسلام. نعم، هنا في الإمضاء نكتب الاسم الكامل الذي هو أيوب النجاري، ثم التوقيع، ثم نقوم بالتوقيع. نعم، أعيد قراءة هذه الرسالة أو هذا الطلب. نعم، الاسم الكامل أيوب النجاري، نعم، في تاريخ 19 شهر 10 2020، مدرسة النجاح، المدينة الرباط، إلى السيد مدير مؤسسة النجاح. الموضوع طلب استعطاف للعودة لمتابعة الدراسة. نعم، نسطر على الموضوع. سلام تام، وبعد يشرفني سيد المدير أن أتقدم لسيادتكم بطلب هذا راجيا السماح لي بالعودة لمتابعة دراستي بمؤسستكم المحترمة، بعدما انقطعت لموسم كامل وقد كنت أتابع دراستي بالمستوى السادس ابتدائي. أحيط سيادتكم علما أنني كنت أمر بظروف اجتماعية واقتصادية خاصة، حالت دون إتمامي للموسم الدراسي السابق، وفي انتظار ردكم، تقبلوا سيدي المدير فائق الاحترام والتقدير، والسلام. الإمضاء أيوب النجاري، ثم التوقيع. نعم، هذا هو إنجاز. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الرأي، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.